يسعد أوقاتكم. بالنسبة لإعدادات الـ EIGRP، بالبداية بندخل على الراوتر، راوتر EIGRP. هوني شيء اسمه الـ Autonomous System، وهذا الرقم لازم يكون نفسه على كل الراوترات. فأنا بعديها بث الشبكات الـ Connected اللي هني 10، وبعديها 20 مع الـ Wildcard، ونفس الأمر بالنسبة للراوتر 2، راوتر EIGRP. مثل ما دخلنا الرقم اللي هون لازم يكون نفسه، فأنا دخلت 100 لازم يكون هون 100. Network 30 مباشرة هلق رح يعطيني notification انه لاقى جاره. نتأكد. اتصل ونتأكد من الراوتينج تابل show IP route، نشوف انه رمز D.